السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم. الشارع العراقي يشتعل مجددا، اعتصامات وإغلاق للطرقات بين كركوك وأربيل احتجاجا على عزم حكومة بغداد تسليم مبنى قيادة العمليات المشتركة التابعة للجيش إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني. غضب واسع كذلك لدى الأحزاب الإيرانية الميليشياوية. تأتي هذه الأزمة في ظل تهديدات إيرانية باجتياح إقليم كردستان العراق إذا لم تفكك معسكرات المعارضة الكردية الإيرانية هناك على الحدود مع إيران شمالي العراق. فما أبعاد أزمة كركوك وما حقيقة الاتفاق بين رئيس الحكومة الشيعة السوداني وبين الحكومة الأمريكية، وما خطورة التهديدات الإيرانية باجتياح إقليم كردستان العراق؟ مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة أرحب بضيفي هنا في الاستوديو بالأستاذ بهجة الكردي الخبير في الشؤون الإيرانية. سيد بهجة، تحية لك. حياك الله أخي محمد، وتحية لكل مشاهدي التاسعة أينما كانوا. حياك الله سيد بهجة. لو في البداية نبدأ بأزمة كركوك. نعم. اليوم اتفاق بين الشيعة السوداني وبين الحكومة الأمريكية، غضب في الشوارع اعتراضا على اعتزام الحكومة تسليم كركوك للحزب الكردستاني، غضب كبير لدى الأحزاب الشيعية أو الإطار. لو نبدأ من البداية، ما هي قصة كركوك؟ لماذا الأزمة حول كركوك؟ شوف يا سيدي، وهي قضية أزمة كركوك قضية قديمة بعد الاحتلال. هذه القضية يعني الأمريكان دعموا التوجه الأحزاب الكردية العميلة لأمريكا، أنا واضح وصريح طبعا. نعم. أنه يعني في الدستور هناك ثلاث يعني حماية للأقليم، وحماية لأنه أي قرار في تغيير الدستور يجب أن توافق عليه، يعني إذا رفضت ثلاث مدن أي تغيير في الدستور فهذا كان لمصلحة الأقليم، أنه دهوك وسليمانية وأربيل إذا رفضت أي تغيير للدستور فيكون هذا هو القرار في هذا الدستور اللي جاءت به أمريكا إلى العراق. المهم أنه قضية كركوك والمادة 140 في كركوك والمناطق المتنازع عليها واحدة من أكثر المشاكل اللي موجودة بين الإقليم وبين حكومة بغداد، وهذه ورقة. نعم. لكن لن يتعلم الإقليم درسا من هذا زواج المتعة مع الأحزاب الشيعية، لم يتعلم من 2003 إلى اليوم درسا. الآن اليوم وضع الإقليم أيضا مأساوي، ما عدا أنه هناك في أمن واستقرار، أما الرواتب والحياة والغلاء والكهرباء يعني أيضا شيء مؤلم وأيضا معاناة كبيرة. تخيل أنت، لا يقدر الإقليم أن يعمل انتخابات، ما يقدرون يسوون انتخابات في الإقليم، وهذه الحكومة الموجودة الآن أيضا حكومة غير شرعية والبرلمان غير شرعي، لكن بدعم غربي مستمر الحالة، والحكومة المركزية تستغل الورقة الكردية في كل انتخابات، وعود بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة لا التزام بهذه الوعود. الحكومات المركزية والأحزاب الإطار والشيعية وعود للسنة قبل الانتخابات من أجل تشكيل الحكومة، وبعد الانتخابات لا تنفيذ للمطالب السنية. الظاهر الآن أنه الأمريكان هم من تدخل مباشرة لتنفيذ الشروط اللي تم الاتفاق عليها. الاتفاق ما ظهر للعراقيين، ما الذي خلى البرزاني يترك الصدر ويتحالف مع المالكي والإطار؟ الآن ظهرت واحدة منها أنه إعادة كركوك للبارتي لجماعة مسعود البرزاني، يعني ضم كركوك للإقليم، لا من جدة وجديد للإقليم. أه. كما كانت قبل إعادة كركوك، يعني بمعنى صح، لأنه من صارت داعش وتم العبادي إنهاء وما يسمى بالتحرير والنصر اللي دخل إلى كركوك، وأيضا طردوا الأكراد من عدها وطردوا جماعة مسعود بعد أن هربت فصائل تابعة لجلال طلباني، وأعادوا. الآن القرار يعود إلى الوضع اللي أنه الظاهر الأمريكان مشترطين
ومن هنا السودان الآن سلم 30 أكثر من 30 مقر للحكومي إلى القوات البيشمرقة والأسايش اللي تابعة للإقليم. وهذا واضح الآن أنه هذه الشروط كانت موجودة قبل تشكيل حكومة السوداني من شروط الأكراد. الآن الكثير متفاجئ، حتى جزء من عرب الكركوك مع الحشد والميليشيات دخلوا على السنة العرب في كركوك ودخلوا ورتبوا المواضيع بطريقة أو بأخرى، الآن لازم ينسحبون. وبما أنه البعض الفصائل العربية اللي موجودة والعشائر تقول لك احنا تم الاعتداء وتم إذلالنا في زمن حكم مسعود البرزاني لكركوك وتم التصفيات، والآن هناك أيضا عملية تصفية لبعض الأحزاب التركمانية خلال هاليومين اللي فاتت. يعني من اللي يقوم يعني بهذه العمليات؟ يعني قضية كركوك قضية فتنة مستقبلية واضحة الأبعاد، واضحة الأبعاد، لأنه لن يستقر العراق. تعرف العراق بلد فاشل عسكريا، سياسيا، اقتصاديا، ماليا، زراعيا، صناعيا، صحيا، من أفسد دول العالم اليوم على خارطة الكون العراق، وهذا بفضل الأمريكان وما جاءوا به بعد الاحتلال وهذا الدستور ودعم المرجعيات الرشيدة إلى هذا الدستور. هاي النتائج اليوم، لن يستقر العراق. نعم.